السلام واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد عن كندا. اليوم بدنا نحكي عن شغله مهمه اللي هي الاسعار. كثير ناس عم تسالني عن اسعار البضاعه هون الموجوده. طبعا الاكل هو يمكن من اكثر الاشياء اللي اي واحد بيهتم فيها لانه هي شغله اساسيه بده يشتريها كل واحد، سواء عزابي، سواء متزوج، سواء عنده اولاد، سواء لحاله، سواء جاي مهاجر، سواء جاي طالب. فاليوم نروح على وول مارت. وول مارت يعتبر من الأماكن اللي موجودة في كل مكان في كندا، من السوبر ماركتات المشهورة. لا يعتبر غالي كتير ولا رخيص كتير، يعني بضاعته كويسة. في أرخص منه، في أغلى منه طبعا. بدي أحكي لكم اليوم سرين موجودين في كندا لما بتروح بتتبضعوا. السر الأول اللي هو أنه في شغلة اسمها فلايرز. الفلايرز هاي بتطلع تقريبا من كل السوبر ماركتات كل يوم خميس ليوم أربع، تقريبا أسبوعية. في بعض السوبر ماركتات تعملها باي ويكلي، يعني أسبوعين. لكن الحلو في الفلايرز انه فعلا بتلاقي فيه شغلات ارخص كتير. فاذا بتتابع الفلايرز بتلاقي شغلات فعلا ارخص بتقدر تشتريها انت واصحابك. هاي بادي، هاي هاي دوينغ، ثانك يو، سيف، ثانك يو، هاف ا جود داي. واحد متابعيني شافني واهلا وسهلا فيه. المهم الفلايرز هذا بعطيك معلومات كتير مهمه جدا عن اللي بتقدر تشتريه كل يوم بأسعار أرخص. يعني العنب هون مثلاً 97 سنت. الشغلة الثانية اللي بدي أحكيها أو السر الثاني اللي هو beating the price. مش كل السوبر ماركتات، وول مارت واحد منهم بيعمل beat the price. بما معناه إذا لقيت فلاير ثاني إجاك على البيت ولقيت سعر أرخص لنفس الشغلة، مثلاً عنب أو مثلاً هذا الحليب اليوب، لقيته في المكان هذاك أرخص، تيجي هون بعطيك إياه بنفس السعر. فأنت بتروح تتبضع في وول مارت وانتهى الموضوع. طبعا هذا عشان يشجعوك تتبرع. السر الثالث، شوفين بدأت الأسرار تطلع. السر الثالث إنه إذا إجيت أنت مثلا على وول مارت ولقيت مثلا بدك تشتري هاي الشغلة، أوكي، وما لقيتها عندهم، خلصت، انتهت في المحل، بتروح على الكاستمر سيرفيس بتاخذ شغله اسمها رين تشيك، بعطوك اياها لمده 30 يوم. خلال 30 يوم تيجي باي وقت تشتريها بنفس السعر تبع الفلاير، يعني بعد اسبوع راح يرجع سعرها طبيعي، تشتريها بنفس السعر. السر الرابع اللي بدنا نحكي عنه وهذا مهم جدا، انه بدكش هذا الفلاير. انا بطلت استخدم الفلاير البيبر، بشتغل على اب. هعملكم ان شاء الله في الفيديو القادم شرح عن هذا الاب وكيف تستخدمه وكيف فعلا تعمل توفير، لانه في هذا الاب كوبونات بتقدر تعمل بيت ذا برايس، بتقدر تستخدمه بشغلات كثير. وهون بس بتورجيهم اياه باخذوه. خلينا ندخل معكم ونورجيكم بعد كل هالاسرار بعض الاسعار الموجوده في كندا. طبعا بدي الان احكي لكم مثلا هذا الكرواسون $3، الفليفلة، كل الخضار هون بتنباع بالباوند. السعر هذا الكبير بتلاقوه في الباوند، اللي جنبه شايفين بالكيلوغرام. الباوند تقريبا 456 اي ثينك جرام. المهم عشان تشوف السعر الكامل بالكيلو لازم تضرب ب 2.2. السعر بكون موجود بس صغير. فالاسعار هون هاي البندورة. طبعا برضو المواسم اللي بتعتمد الاسعار، الخيار، العنب، التفاح، again في الباوند، البصل، هذا الكيس سعره في 3. هذا مافن، هاي حلويات. هون البطيخة، هاي سعر البطيخة 4، وهم كتب لك EA معناها each كل واحدة. هذا الخيار الإنجليزي، طبعا ممكن تلاقوا خيار صغير اللي هو بسموه ميني كيوكمبرز أو لبنيز كيوكمبرز، سعره 3.97. هاي بندورة روم توميتوز 147، سوري. هذا أناناس
الواحدة بثلاثة وسبعة وأربعين. تفاح، هذا التفاح بثلاثة باوند، ثلاثة باوند بهذا السعر. أنا نفس الاشي. هذا جريب فروت، ثاني أبلز، هذا كلمنتينو أو مندرين. طبعا هون التشيز، هذا التشيز المقسم، هذا اثنين ب 8 دولار في 170 جرام، عدة أنواع. نشوف شو في هون في الثلاجة. هذا تشيز موزاريلا تشيدر بالهالابينو، هذا الموزاريلا سعره 10 دولار في 950 جرام، يعني 2 باوندز تقريبا. تقدروا تعملوا بوز على الفيديو وتشوفوا شغلات ثانية إذا بدكم تشوفوا السعر 100%. مش هنقدر نحكي عن كل شيء طبعا في فيديو واحد، حتاخذ منا عدة فيديوهات أواعي وملابس. بس اليوم حنسوي الخضار والفواكه. هذا حمص معلب بشكل صغير، يعني عشان الواحد الأولاد ياخذوهم معه، في 12 علبة زي ما انتم شايفين ب 5 دولار و 97. خلينا نشوف هاي أجبان، هاي مثلا لباشكري، هاي فيها 32 حبة سعرها 12 دولار، هاي فيها 24 حبة سعرها تقريبا 8 دولار. طبعا في شغلات لازم تضيفوا عليها التاكس تنتبهوا. الخبز زي ما انتم شايفين، هذا سعر ال في 675 جرام تقريبا السعر واحد. الخبز هذا خبز التورتيلا اللي في ناس كتير حقه دولارين و 67، ناس بتستخدمه كتير للسندويشات. خبز العربي بتلاقوه هون، هيو حتى مكتوب عليه بالعربي خبز الوطن. شوف سعره قديش، هيو 274 278. طبعا هذا الموز، سوري الموز 56 سنت. هذا كوكونات، هذا كوكونات هاي سعرها. هذا لليالو يام اللي هو هون، هذا للجينجر اللي هو زنجبيل، هذا التومة، ثلاث روس تومة هون، كيلو تومة. هذا الباذنجان التشاينيز، هذا الباذنجان الصغير ايج بلانت انديان. اوكي هاي ما بعرف شو هي، كاريلا اسمها، هذا سعرها. اوكرا معناها بامية، مخلصة للأسف، بس هذا سعرها. وهذا سكواش، هون البصل، أنواع البصل أبيض وأحمر ومش عارف إيش. البطاطا هذا الباوند، يعني تقريبا أقل من نص كيلو. هاي البطاطا الحلوة هاي سعرها. الآن هون في أنواع القرع، هذا الروتوبيغوس أو الليفت 97 الباوند. هاي البتر سكواش برضو الباوند. هذا الجزر، هذا الكيس فيه
3 باوند سعره 2.47. هذه ثلاجة فيها شغلات من هذا الجزر الصغير. هذا 1 باوند دولار و97. أحيانا بنزل هذا لون دولار. فبقول لك يعني الديلز هاي بتكون. هذا مثلا توم مقشرة ب$3.48. هذا فاصوليا 80. هذا مثلا الفطر فيها 227 جرام يعني نص باوند. هاي سعرها. فليفلة برضو سعر للباوند. هاي الباذنجان تبعنا سعر للباوند. كبج ملفوف هاي أسعارهم. فلات كبج ومالي نافي هاي أسعارهم. هذا السيلري الناس عم تستخدم كتير. لا هذا البوي تشوي سوري. هذا سعر البوي تشوي شايفينها. شغلة ثانية عارف هذا سعره. هذا جرين زوكيني اللي هو الكوسة الخضرة الحلوة هاي بتكون طعمها. هذه الزهرة مثلا فلاور هاي سعرها الوحدة واحدة صغيرة. هذا البصل الأخضر أوكي. هذا مثلا الملفوف الأحمر اللي هو هذا ريد كابج. هذا جرين كابج. هذه كزبرة. هذا البقدونس. هاي البقدونس وهاي الكزبرة. هاي زي أوراق خضار مثلا خس وفجل أو شو اسمه ورق جرجير بتكون. هذا سعرها اللي هو ميكس بتكون بس بتحط عليها شوية سالاد دريسنج. هذا منها الصغيرة بس هي بتحط عليها سالاد دريسنج. إذا بدك تحط عليها خبز محمص وصحة وعافية. هذول السالاد دريسنجز. أعتقد الفيديو اليوم راح يكون كافي. راح نشوفكم فيديو تاني في قسم اللحوم. في لحوم حلال طبعا في كندا موجودة لكن معظم الأشياء اللي نحكي عنها اليوم في باقي الفيديوهات القادمة. تابعونا ونشوفكم إن شاء الله. إذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.